اليوم كنتواجدوا امام الجماعه الترابيه سيدي بيبي باش ننفذوا واحد الوقفه احتجاجيه ضد الاهانه والسب والشتم اللي تعرضت لي واحد الموظفه اثناء تاديتها لمهامها. وحنا اليوم جينا باش نوصلوا الصوت ديال الموظف الجماعي وباش ندينوا ونستنكروا هذا التصرف اللي قام به هذا النائب الكتيب. وفي السنوات الماضيه كان دائما النضال ديالنا هو وجهنا واحد مجموعه من الرسائل للسيد العامل وللسيد رؤساء الجماعات الترابيه باش انه النواب والاعضاء ما يتدخلوش في التسيير الاداري للموظفين، لان هذا شان حصري للرؤساء. وصلنا اليوم الصوت ديالنا امام الجماعه الترابيه سيدي بيبي وكنطالبوا باش انه يتوفروا جميع الظروف الموظفين الجماعيين وتم تسويه الوضعيه ديال الناس اللي حاملين الاجازه والناس التقنيين ومسيري الاوراش. ولان احنا في المغرب حاليا الاسعار كتزاد والموظف ما تزاد ليه والو، خصوصا الموظف الجماعي. كاينين الجماعات اللي كتواجد في جبال بعيده جدا من سميتو، الموظف راه يعاني دائما وما كايناش شي التفاته ليه. حنا كنفذوا اليوم واحد الوقفه احتجاجيه احتجاجا على ما تم بهذه الجامعه الترابيه ديال سيدي بيبي، وهي ما تعرضت له الموظفه من طرف واحد عضو نائب الكاتب من سب وشتم، والى درجه انها تعرضت الإغماء وتم نقلها مستعجلا الى المستشفى باكادير. وحنا كنزدو هنا دابا كنزدو كجامعه وطنيه لعمال وموظفي الجامعات المحليه بالممارسات لا مسؤوله ولا اخلاقيه لبعض اعضاء المجلس. وهذه رساله كنوجهوها للمسؤولين الاقليميين انهم راه المسؤول الاول والاخير على تدبير الملف ديال الموظفين هو الرئيس. هنا دابا خص تكون واحد سميتو، كنطالبوا انها تكون واحد مذكره تعمم على رؤساء ديال المجالس الجماعيه انه راه ماشي من حق اي عضو يتدخل في الشؤون ديال الموظفين. وحنا هنا كنددوا واحد المجموعه ديال الممارسات وواحد المجموعه ديال السلوكات اللي كيتعرضوا لواحد المجموعه ديال الموظفين، ليس فقط على مستوى ديال سيدي بيبي وانما على مستوى اقليم الشكا اتباعها بصفه عامه. كريم، هذا الشكل النضالي اللي كيقوم به المكتب الاقليمي احتجاجا على إهانة الموظفة جماعة سيدي بيبي أثناء ممارسة المهام ديالها الإدارية.